السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لانسي فادي حاج أحمد من جمعية أكاديا النسائية تابعة لمنظمة وطن. تم تأسيس الجمعية بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة وطن. نحن القسم هون إنتاج الشتول ضمن البيوت البلاستيكية، حيث يتم العمل على إنتاج الشتول توزيعها على المستفيدين. عم ننتج 4 أنواع من الشتول، 3 من أصناف الخضروات و1 من أصناف الفواكه يعتبر، اللي هي فليفلة وباذنجان وبندورة، والصنف الأخير اللي هو الجبس أو البطيخ الأحمر بيقولوا له. تم استهداف أو تم استقطاب 7 عاملات للعمل ضمن البيوت المحمية. هيك هلا هون ضيق كثير، يعني بيجي الواحد بيضربها هيك بيجروا. المهندس عبد الحي السرميني مسؤول مشروع في منظمة وطن. أطلقت وطن المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى الاستدامة لمزارعي الخضار التابعين لجمعية أكاديا. نستهدف حاليا 102 مستفيد، 86 مستفيد في قرية كلي و16 مستفيد في قرية كفر عروق. جهزنا المشروع بثلاث بيوت بلاستيكية لإنتاج الشتول. حاليا لدينا عمال أيضا يقومون بزراعة وإنتاج الشتول. سوف ننتج أكثر من 700 ألف شتلي من البندورة والبيتنجان والفليفلي، إضافة إلى البطيخ الأحمر. ندعم حاليا المشروع بالمدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات وقطاف إلى آخره، إضافة إلى إكمال سلسلة القيمة وشراء المنتجات من المزارعين وتصنيعها وضخها ضمن السوق التجاري.